هل الضربة العسكرية الأمريكية البريطانية لم تؤثر إيجابا إنها تطمئن بعض الشركات، ولا الأمر كما هو؟ هما الناس بتنتظر طبعا، يعني كل حدث يحصل ما نقدرش نقول يبقى النتائج بتاع الشريعه، والناس بتتحرك بسرعه، بيفضل برضه ساكتين شويه ينتظروا هيشوف في مراكب ثانيه بتصاب ولا لا، في حوادث بتحصل ولا لا، التامين فعلا كامل ولا مش كامل، فلازم ننتظر شويه، يعني ما يقدروش بسرعه ينفذوا التعديل ثاني للخطوط بتاعتهم. هل الفريق أسامة قلق من استمرار هذه الحالة؟ مثلا تأثيرها إيه لو استمرت للربع الأول من العام؟ هل أنت قلق؟ لا انا ما اعتقدش انها تقعد للربع الاول من العام، لكن انا طبعا قلق كل يوم، انا قلق كل ما بشوف الارقام السفن طبعا اللي ما كنتش متعود عليها، وكنا بنتكلم دايما ان احنا بنصبوا لفوق ال70 والارقام دي، لما بشوف الاربعينات طبعا انا ببقى قلقان، لازم حقيقه يعني ببقى قلقان وبتابع بقى. طب وش كنا الشركات، انا بتكلم بقول لحضرتك انا بتكلم يوميا مع رؤساء الشركات، مع رؤساء الشركه كل يوم بكلم رؤساء الشركه ونشوف اخبارهم ايه، طب عملتوا ايه، طب نسبه قد ايه اللي بيتحول من عندكم. طبعا احنا متابعين وشايفين كل المراكب بتلف، وعندنا كل الاحدثيات بتاعتهم ومرورهم منين، وعندنا الاعداد وكل حاجه، لكن بتكلم معاهم ونطمن اخباركم ايه، احنا معاكم ونقدر نقدمه وهنقدمه، ودي فتره، وهم برضو نفس الموضوع يعني بيتكلموا ان هي فتره مؤقته وان الامور هترجع تاني افضل ما كانت عليه، ويعني فاحنا على طول على اتصال، سواء انا كنت بتكلم من الرؤساء بالذات، واداره التخطيط عندي بتكلم دايما الوكلاء.